السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بغدادي عبد الجليل الكريم، موظف محافظة الأقصر. طبعاً إحنا في بيتنا عارفين إن اليومين دول الحوار الوطني، كلنا بنتابع الحوار الوطني، وأنا من أحد المواطنين اللي بتابع الحوار الوطني ومن خلال الجلسة الافتتاحية. ناشد كلمة السيد الرئيس للجلسة الافتتاحية والحوار الوطني والتكاتف، إن احنا نوصل ليه حاجة جميلة جدا بدعم من السيد الرئيس رئيس الجمهورية، إن احنا بدعوة الحوار الوطني إن احنا نوصل لآراء ونطرح القضايا. يعني أنا كواحد من الناس متابع الحوار سواء عن قنوات التلفزيونية اللي بتبث الحوار أو عن طريق السوشيال ميديا، حاجة جميلة جدا، حاجة مشرفة، كلها بتصب في صالح المواطن. قضايا كثيرة طرحت مهمة ومن مختلف الجهات أو الأشخاص أو مختلف الفئات، ده يعني حاجة كويسة جدا جدا، وإن احنا نوصل لحاجة جميلة، وإن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى إن بعض الآراء والقضايا اللي اتطرحت في الحوار الوطني إن يتم تنفيذها أو نوصل لحل، وكل بيصب في مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية. عندنا بالنسبة لمحافظة الأقصر عندنا وفد شبابي جميل جدا بيمثل المحافظة، نتمنى من الوفد أو لينا آراء احنا كوقت شبابي بالنسبه لموضوع السياحه عندنا، نرجو الاهتمام بالاماكن السياحيه، عايزين نطورها، عايزين يبقى في خدمه تمام افضل للسياحه، عايزين نطور من جمال وطبيعه مدينه الاقصر من كل حاجه، من مظهرها، من خدمه للسياحه، من كل حاجه. نتمنى دوت انه يعني دوت يوصل، لان احنا مش عايزين نبقى اقل من اي مدينه ثانيه. مدينه الاقصر مدينه على طراز، يبقى على طراز عالي جدا، جميله ونظيفه، ونتمنى من كل حاجه من دور الشباب والفئات كلها تمام، ان يبقى في استهمام للسياحه من البازارات، من الاماكن السياحيه، الاثار، المعابد، كل دوت، لان الاقصر بتمثل مصر، وعندنا اكثر من ثلث اثار العالم، مش ثلث اثار العالم، والحمد لله احنا شفنا السنه ديات انتعاش السياحه جميل جدا. نتمنى ان احنا نتطور زي ما كان احتفاليه طريق كباش، واذا كان حضر سياده الرئيس تمام، كانت الاقصر كلها متزينه وجميله، احنا عايزين نحافظ على دولة. اخوكم حسن حرب، محامي محافظه الاقصر. حابب الاول اقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده كل المصريين مشغولين بالحوار الوطني، طبعا دي حاجه فكره ممتازه وفكره حلوه، ان لامم شمل جميع المؤسسات والاحزاب والشباب والسياسيين على ترابيزه واحده، الهدف منها للوصول لمستقبل افضل، مستقبل منير لمصر الحبيبه. طبعا ده كله تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا احنا كليتنا بنشاهد الحوار الوطني على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. انا بخصوص ان انا مثلا من محافظه الاقصر، ان احنا عندنا مجموعه شباب من محافظه الاقصر يعني معاهم الرايه ويحملون على اعناقهم ملفات تخص بمحافظه الاقصر، مجموعه شباب انا من ضمنهم بمثل المحافظه وهم بيمثلونا. حوار بيحصل لاول مره في مصر، بلد التاريخ وبلد الحضاره، وانا بسمي الحوار الوطني ده حاجه حوار حضري وحوار وطني. الحوار الوطني ده بيعقد فيه جلسات، الجلسات دي بتبقى موجود فيها جميع الطوائف المصريه، شيوخ، شباب، مؤسسات، احزاب، كل المجتمع المصري بيشترك في الحوار الوطني تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب احنا الحوار الوطني ده في مناقشات، في مطالب، عشان نوصل لمستقبل افضل، مستقبل مصر افضل. وبنتمنى ان الحوار الوطني
ان يوصل لابهى صوره. بتمنى انا من هنا من الاقصر ان انا اشوف محافظه الاقصر من افضل المحافظات سياحيه في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد عبد الفتاح العربي مدير شركه المجيد للتسويق السياحي من محافظه الاقصر. شفنا اليوم اللي فات الحوار الوطني اللي دعا ليه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ودعا فيه جميع فئات المجتمع في مصر وجميع طوائفه لعرض الافكار والحلول للفتره اللي جايه في البلد. دي حاجه كويسه جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال الامر بينكم شورى. فكرة ان السيد الرئيس يعرض موضوع الحوار الوطني ويشارك جميع فئات وطوائف الشعب، المعارضة لفن رياضة لسياسة واقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني لعرض كل فئة تعرض الأفكار اللي عندها والمشاكل اللي موجودة والحلول المقترحة ليها في المستقبل. دي حاجة كويسة جدا بتساهم في تطوير الفترة اللي جاية ووضع نظرة مستقبلية للبلد وشأنها رفع البلد والتقدم للأمام، وإن شاء الله بإذن الله تكون يعني حاجة كويسة ونطلع منها بنتيجة كويسة للبلد الفترة اللي جاية إن شاء الله. وبالنسبة طبعا إن أنا في الأقصر وبعمل حاليا في مجال السياحة، عندنا مجال السياحة الحمد لله يعني الموسم اللي فات شهد طفرة كويسة وفي تقدم ملحوظ فيها وارتفاع من نسبة الأشغال في الأقصر وفي باقي المحافظات السياحية، لكن برضه احنا عندنا مشاكل كتير في مجال السياحة وخاصة في الأقصر وأسوان أو في جنوب الصعيد عموما يعني. وبما إن الأقصر يعني أهم محافظة من محافظات سياحية وهي الأساس وهي كانت طيبة عاصمة السياحة، لكن للأسف في مشاكل كتير لازم نعمل على حلها الفترة اللي جاية، منها مشكلة يعني مشاكل عربات الخنقور ولازم يتحط لها فكر لتطويرها ولما تسببه من أرق للسائحين ويعني فموضوع التسعيرة موحدة يريد حاجة كويسة إن يبقى في تسعيرة موحدة للسلع السياحية عشان السائح يحس بمصداقية في فكرة عملية الشراء، وكمان وضع آلية يرفع البنية التحتية لمجال السياحة من منشآت فندقية ومشاريع تخدم مجال السياحة وبتخدم على مجال السياحة. لازم يتم رفع البنية التحتية ليها ورفع الغرف الفندقية ورفع مستوى الكفاءة فيها وأيضا رفع كفاءة مستوى العاملين فيها، ورفع برضو لازم يتم عمل دورات للعاملين في مجال السياحة لتغيير الفكر اللي انتشر من بعد ثورة يناير وكيفية التعامل مع السائح لتقديم خدمة أفضل وصورة أفضل للسياحة. ولازم يكون في اجتماع بصفة دورية مع القائمين في مجال السياحة وأصحاب الشركات وأصحاب الفنادق لعرض المشاكل اللي عندهم والعمل وتقديم الحلول المقترحة لحل تلك المشاكل، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أفضل بإذن الله. السلام عليكم. أخوكم ممدوح العثماني من محافظة الأقصر. بنتابع خلال اليومين اللي فاتوا الحوار الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى التلفزيون، وانا واحد من الناس انا مبسوط باللي بيحصل ده. تمام ان يبقى توجه القيادة السياسية متمثل في رأس الدولة رئيس الجمهورية ان هو يحضر الحوار الوطني ويسمع من الشباب، وده المستهدف ان هو يسمع من الشباب ويسمع افكار وحلول لمشاكل. يعني النهاردة لما ما بنفرحش لما بنيجي نعرض مشكلة، بنفرح باللي يعرض مشكلة ويعرض الحل بتاعها، ودي حاجة كويسة جدا ان الحوار الوطني بيضم كل فئات المجتمع وكل اطياف المجتمع. تمام، وبكل افكاره وبكل مشاكله وبكل حلوله،
دي حاجة كويسة جدا تخلينا احنا نبص المستقبل افضل لمصر. نتمنى ان احنا نبقى في حياة افضل. تمام، في الحوار الوطني كله بيعرض مشاكله وبيعرض حلوله. تمام كده، وبيبقى عندنا فرص ان احنا نسمع لكل الناس افكارها بتفكر ازاي، شايفة مصر بعد 10 سنين فين، شايفة مصر النهاردة فين. فاتنا كتير واللي فاتوا كتير، فبيدور دلوقتي ان هو هيبقى فين بعد فترة معينة. خلاص احنا اللي فات خلاص مات بكل ما فيه، تمام، من حلو ومن وحش، فخلاص احنا نسيناه. احنا عايزين نبدأ من النهاردة، نبدأ بخطوات سريعة، نبص لمستقبل مصر الافضل بكل النواحي. نبص على النواحي السياحية واللي بيحصل حاليا، الطفرة اللي في السياحة بالنسبة لنا الأقصر طفرة سياحية جبارة، يعني جهد كبير جدا بذل في الفترة اللي فاتت دي، شفنا أثره على الواقع دلوقتي. تمام، عندنا عايزين نبص على الاستثمار الزراعي، نشوف مصر رايحة فين. المشروع الكبير الضخم اللي قال عليه سيادة الرئيس السيسي، مشروع المليون والمليون ونص فدان. فأنا واحد من الناس أنا مبسوط جدا باللي متخذات دولة واللي هي شايفاه الصالح العام في كل المجالات، احنا مبسوطين بيه. وبالنسبة للموضوع الحوار الوطني او الحوار المجتمعي اللي احنا شايفينه ومتابعينه على مواقع التواصل الاجتماعي، دي حاجة كويسة جدا وحاجة تخلينا احنا نتطلع لمستقبل افضل. وبالتوفيق ان شاء الله لكل القائمين على الحوار الوطني على رأس رئيس الجمهورية. والله بحكم ان انا موجود هنا في الأقصر، مستثمر من المستثمرين الأقصر، تمام كده؟ في مشاكل، يعني مش هقدر بقول لك ما فيش مشاكل، بس ما هياش المشاكل اللي هي بتوقف حركة النمو، لا. عندنا مشاكل؟ عندي مشاكل، أنا راجل مستثمر النهاردة، تمام؟ أو شاب طموح عايز أعمل مشروع، تمام كده؟ سواء كان متناهي الصغر أو مشروع متوسط، تمام كده؟ فأول اتجاه ليا فبتجه إن حد يساعدني، المفروض الأول حد يساعدني الدولة، الدولة متمثلة في البنوك، فبنلاقي تعقيدات في البنوك، تمام كده؟ تعقيدات جبارة. أنا النهاردة عايز أسحب لي قرض عشان أنا أعمل مشروع ما ونجح مشروعي واستثمر في مشروعي وأصدق الفكرة بتاعتي، فكرة مشروعي، وأن أنا أكبر وكده، فبلاقي تعقيدات في البنوك، تمام، لف وروح تعالى، هات ده، هات ضمانات، هات مش عارف إيه، هات مش عارف إيه. فتلاقيني أنا خلاص أنا مش رايح سكة البنوك اللي هي الدولة المفروض أن أنا مدعم من خلالها بقرض الفايدة بتاعته مثلا 5% أو 7% بما لا يتجاوز 10%. فأنا بروح أتجه للطريق الثاني، طريق جمعيات رجال الأعمال أو الجمعيات الخاصة اللي بتدي قروض بفايدة كبيرة جدا، قد تصل إلى في بعض الأوقات في 50%، تمام كده. بس ببص لها ناحية تانية، إن هم ما فيش التعقيدات اللي أنا بلاقيها في البنوك. ثانيا، يعني بعيد من تعقيدات البنوك، أنا عندي تعقيدات الورقية. أنا النهاردة لما بكون عايز أعمل مشروع، فبتلاقيني أنا بروح لكل مؤسسات الدولة الحكومية اللي من خلالها أنا أرخص المشروع بتاعي. طب ما أنت فعل لي منظومة الشباك الواحد، إن أنا أروح مكان واحد أقدم فيه أوراقي، كل المطلوب مني بقدمه مرة واحدة، وبتديني مهلة مثلا شهر ولا شهرين بروح أستلم التراخيص بتاعي. كده بتبقى أسهل عليا أنا وأقرب وأفضل، تمام كده، ما تعبش أنا ولا أمل من المشروع بتاعي، لأني أقسم بالله العلي العظيم بنيجي في فترة من الفترات من كتر ما أنا الورقيات بتاعتي، أنا مطلوب مني واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وروح المؤسسة الفلانية وروح الجهات الحكومية الجهة الفلانية ودي، فبمل، تمام كده. فبتلاقيني أنا تعبت، لا سهلونا الحتة دي، تمام. أنا لو سهلت الموضوع، منظومة الشباك الواحد اتفعل، والتعقيدات البنكية تم التخفيف فيها عن المستثمرين والناس الطموحة إن هي تعمل مشروع، المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة، ده بيقوم عليه اقتصاد دولة، بيقوم عليه اقتصاد دولة. شباب عنده إمكانيات جبارة إن هو يهد الجبال، يزحزح الجبل من مكانه، تمام كده، بس يديله فرصة. الفرصة دي هيلاقيها، تمام، لما أنت تخفف عليه أعباء الورقيات، تمام كده، وإن أنت تدعمه، تمام، من ناحية البنوك، تمام، بتخفيف الإجراءات